بسم الله. ان شاء الله في السلسلة دي هنتكلم عن السيكوريتي، ازاي تخلي الكونتينر بتاعك سيكيور. بس قبل ما هنتكلم عن السيكوريتي هنتكلم عن الهاكينج، يعني هو ازاي اصلا بيتم اختراق الكونتينرز. بالطريقة دي هتجيت سنس بشكل احسن اهمية السيكوريتي، وكمان هتخليك تشتغل والسيناريوهات دي في دماغك، فهتسيكيور الانفيرومنت بتاعتك بشكل احسن. انا بحب اتعلم بالطريقة دي، وشايف انها طريقة فعالة بتخليك انت فاهم انت بتعمل كده ليه، ليه بران الكونتينر بتاعي as a non-root user، او ليه بمشي على best practices security. الحماية بالنسبة للكونتينر بتركز بشكل اساسي على ال isolation، انها ازاي تفضل محافظة على مبدأ الفصل، يعني الكونتينر ما يكونش شايف غير نفسه بس، ما يكونش فيه اي نوع من الاكسس على الهوست او الكونتينرز التانية، الا لا طبعا لو انا منفذ الكلام ده، يعني عندي كونتينرز بتكلم بعض او عامل ماونت للهوست. هنشوف ازاي الهاكر بيحاولوا يفايوليت المبدأ ده. اللي هنتكلم عنه في الهاكن هيكون لغرض التعلم بس. فريكاب، السلسلة هتكون متقسمة جزئين، الجزء الاول هاكن او اختراق الكونتينر، الجزء التاني هنتكلم عن الحماية والبيست براكتسز وازاي نتخطى الكلام ده، والتولز والسايتس اللي ممكن نتابعها علشان نعرف اخر اخبار الحماية المختلفة. اتمنى تكونوا متشوقين زيي ومش هطول عليكم، ويلا بينا.